النهارده في كلام كتير جدا اتقال على ال ان في خطاب جه لاتحاد الكوره واتحاد الكوره خباه وما بعتوش للانديه، فالناس فهمت ان ده خطاب جديد. الناس فهمت ان ده خطاب جديد. الناس فهمت ان ده خطاب جديد جه للانديه اللي صعدت للدور قبل النهائي، وبكده يعتبر اتحاد الكره خاين. اذا كان في جواب بالفعل زي كده دي كارثه، دي كارثه. الموضوع بدا بان صفحه الكابتن مدحت شلبي كتبت ان الكابتن مدحت شلبي كلم وليد العطار وساله عن الخطاب، هل في خطاب جه وما بعتوش للانديه؟ قال له ايوه في خطاب جه وما بعتناهوش للانديه، والخطاب ده كان خاص بالاربع انديه. الناس فهمت الناس فهمت يا جماعة ان الخطاب ده جه للاندية اللي صعدت للدور قبل النهائي، يعني الاهلي وفاقر الصيف بترو اتلتيكو الوداد. قال لك سألت وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، قلت له يا سيد وليد ما بعتوش ليه للاهلي او للانديه؟ قال لك كنا عارفين او كنا نظن انهم عارفين، وهذا رد كارثي، هذا رد كارثي بمعنى الكلمه. في ناس فهمت ان الخطاب ده جديد. لما كلمت الاستاذ جمال علام قال لي لا، وليد العطار يقصد الخطاب اللي جه من يناير. ابو جاسم المصري بحيي حضرتك جدا وبشكرك جدا على كل الدعم اللي بتعمله معانا، بشكرك جدا جدا ابو جاسم المصري من الفانز المحترمين الافاضل اللي بيدعمنا بقوه. كلمت الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد وقلت له استاذ جمال حضرتك مكتوب كذا 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 كذا، والناس فهمت ان في خطاب جديد جه. فقال لي لا، هو المقصود الخطاب اللي من يناير. لمزيد من الايضاح علشان ما نظلمش الاتحاد ولا نظلم المحترم الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي، خلينا نستقبل معاكم الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم ويوضح لنا هو الصوره، لان الكلام اللي نزل على صفحة الكابتن مدحت شلبي أحدث لبسا وخلى الناس تتكلم كأن هناك خطابا جديدا غير خطاب يناير. أستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، السلام عليكم يا وليد بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ ناصر، ازي حضرتك؟ لعلك بخير يا فندم. الحمد لله، معلش أنا آسف الصوت بالنسبة لي مش سامعه كويس، بس هحاول مع حضرتك كده يعني نتواصل يعني. طيب هو بس كنت عايز افهم المقصود عندما سالك الكابتن مدحت شلبي، وعايز اقول ان دي ما كانتش مكالمه تليفونيه، ده كان خطاب ودي، ما كانتش مكالمه تليفونيه على الهواء. هل كنت تقصد ان هناك خطابا جديدا جاء ولا تقصد خطاب يناير؟ لا لا خالص، هو خطاب واحد، خطاب يناير، وكان قبله في خطاب في ديسمبر اللي هو بتاع نظام البطوله، هما دول ده الخطابين الوحيدين اللي جم للاتحاد، مفيش خطاب جه في قبل النهائي اللي اتلعب. اخر حاجه جت من الكاف في هذا الخصوص كان في يناير اللي فات. طيب الجواب ده كان ماذا يعني يا وليد بيه؟ هو كان متضمن مجموعه من البطولات اللي الاتحاد الافريقي بينظمها،
حوالي 7 أو 8 بطولات، وكان بيعرض على الاتحادات إن اللي عايز ينظم أي من هذه البطولات يقدر يتقدم، وكان محدد توقيتات. والحقيقة إحنا من بعد الفترة دي وإحنا في خطابات كثيرة طلعت من اتحاد الكورة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للطلب ان يكون المباراه النهائيه على ملعب محايد. حضرتك عارف نظام النهائي ان هو بيتلعب من مباراه واحده، ده نظام مستجد بقاله دي 3 سنة فقط، يعني هو اتلعب مرتين فقط، المرتين اللي فاتوا اللي هم السنه اللي فاتت واللي قبلها كل مره كان ليها نظام تعيين لملعب المباراه بشكل مختلف. المباراه الاولى او السنه الاولى كانت مباراه الاهلي والزمالك، ودي كانت بالقرعه، ولما لقوا ان في فريقين مصريين موجودين فقرروا ان هم يعملوها في مصر بدون قرعه. فالسنه اللي فاتت كان بالنظام التقديم اللي عايز يقدم يعني، وبيدرسوا حالات الدول او الطلبات المقدمه. والسنه دي كان في زي اللي هو بيسموها بيدنج او يعني زي ما بتتقال في الاعمال التجاريه كده، زي ممارسه او مناقصه او حاجه زي كده. ف وهم هم في النهارده بيقولوا ان هم احتمال يغيروا السنه الجديده والسنه الجايه ان شاء الله ويرجعوها من ذهاب واياب، لان هو طبيعه المباراه النهائيه يا كابتن عبد الناصر يا اما تبقى ذهاب واياب ويا اما تتلعب على ملعب محايد، يعني ما ينفعش تدي ادفانت فرقة عن فرقة. طيب الناس بتسألك ليه بعتوا البيراميدز لما جه الخطاب في يناير ولم ترسلوا للأهلي والزمالك ولا المصري؟ يعني على مستوى الكونفدرالية بعتوا البيراميدز، على مستوى الأهلي والزمالك حصل خطأ في الاتحاد إنكم ما بعتوش لا للأهلي ولا للزمالك؟ لا، هو نادي بيراميدز اللي عارف نظام البطولة من الأول. وبعت لنا خطاب من الأول طلب تنظيم النهائي بتاع الكونفدراليه، وده اللي خلانا نبعت على طول بمجرد ما جالنا الطلب يعني. طب ليه ما بعتوش للاهلي والزمالك في مباراه دوري الابطال؟ في مسابقه دوري الابطال. انا بقول لحضرتك احنا ما بعتناش حتى البيراميدز. يعني هو احنا من الاول كنا واخدين اتجاه ان المباراه النهائيه لازم تتلعب على ملعب محايد. ماشي، بس يعني لما جالكم الخطاب يمكن كان الاهلي او الزمالك لهم الرغبه في انهم يستضيفوا. طبعا بس نظام البطوله يعني ما انا بقول لحضرتك هو كان كل سنه في تغيير في نظام تعيين المباراه النهائيه. فده يمكن اللي عمل شويه لبس ما بين هل هيتم فيها قرعه او هتتم بالنظام البيدنج أو هتيجي في النهاية ويتم تعيين ملعب زي ما حصل في السنة اللي كان فيها الأهلي والزمالك. ولكن أنا بقول لحضرتك إحنا من بعدها وإحنا في مراسلات مستمرة، يمكن أكثر من 7 8 مراسلات تمت مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، بنطلب فيه إن يكون في تطبيق لمبدأ الفير بلاي، وإن يتلعب المباراة النهائية في ملعب محايد. خصوصا يا كابتن عبد الناصر انت حتى لو انت عايز تلعب على ملعب بغض النظر هو ايه، كان المفروض تعلن عنه من بدري مش بعد ما اتلعبت المباراه الاولى من دور اللي قبل النهائي، وتحدد بشكل كبير الفرقتين اللي هيبقوا موجودين في المباراه النهائيه. يعني انتوا عدم ارسالكم للاهلي او الزمالك لما جه الخطاب قناعتكم في الاتحاد ان الافضل تكون مباراه ملعب حيادي. تمام. يعني انه يكون ملعب، انتوا مش مع الفكره اصلا على الرغم انكم لو بعتوا للاهلي. خد بالك كابتن عبد الناصر كمان، انت كان عندنا مشكله ثانيه ان تحدد للمنتخب المصري، كان قبل ما يحددوا مباراه نهائيه تحدد المنتخب المصري مباراته امام غينيا يوم 2/6. فكان انت بتحدد مواعيد حتى متضاربه، يعني 2/6 وبعدين 30/5، يعني حدد مباراة مصر، ما حددت المباراة النهائية يوم 30/5. فكان بالتالي احنا كاتحاد بعتنا وقلنا ازاي
ازاي تحدد المباراة نهائي البطولة يوم 30 وانت محدد لي ماتش يوم 2، وده اللي خلاهم غيروا مواعيد ماتشات المنتخب الاول، وبقت يوم 5 ويوم 9 ضد اثيوبيا. ففي يعني شيء من الـ من الـ انا مش عايز اقول ارتباك، ولكن في شيء من الـ من الـ يعني ما قروش الجداول كويس. هم هو في شيء من الهروب اللي هم صنعوه اللي بعيد كل البعد عن الحياديه والروح الرياضيه. يعني خلينا ناخدها من جانب حسن النيه ونقول ان هو في يعني، بس الجداول ما اتقالتش بشكل كويس، الرؤيه ما كانتش واضحه بالنسبه لهم يعني. طيب طبعا جالكم خطاب خلاص بتاجيل مباراه المنتخب. جاء النهارده الخطاب بناء على طلبنا. وطلبنا كان محطوط فيه حيثيات كتيره قوي خاصه بال برضه الفير بلاي والشفافيه، ان ما ينفعش ان انت تحدد لي مباراه نهائي بطوله افريقيا وفيها وانا عندي منتخبي قوامه 70% او 80% منه من نادي الاهلي بيلعب المباراه النهائيه، ويجي بعدها بيوم العب ماتش تصفيات امام غينيا. فالحقيقه غيروا، استجابوا للطلب وغيروا الميعاد المباراه من يوم 2 بقت يوم 5، والمباراه الثانيه بتاعت اثيوبيا من يوم 6 ليوم 9. يعني من يوم 2 5 3 ايام، والثانيه من 6 ل 9 برضه 3 ايام. بالظبط. طيب برضه ما ينفعك تكون معايا وما اسالكش موقفكم ايه مع الاهلي حاليا بعد البيان او اللي نزل على الموقع الرسمي برفض الطلب بتاع استضافه مصر لهذه النسخه من دوري الابطال والتمسك بملعب محمد الخامس، هل في خطابات تانية سترسل او ايه الموقف؟ بص يا كابتن، احنا طلعنا بيان امبارح قلنا ان احنا بنساند وبندعم موقف النادي الاهلي بكل قوه، وده يمكن بعتناه في خطاب رسمي للكاف والاتحاد الدولي، وقلنا احنا مساندين لنادي الاهلي بكل قوه وهنسلك معاه وهنصعد معاه في كل القنوات الشرعيه لتحقيق العداله او تحقيق مبدا تكافؤ الفرص اللي بيتنادي بيه اللوائح ومبادئ الفيفا والكاف. وفي تنسيق كامل مع النادي الاهلي، احنا يعني انا على تواصل مستمر مع الدكتور سعد شلبي مدير تنفيذ النادي الاهلي، والاستاذ جمال علام على تواصل دائم مع الكابتن محمود الخطيب، وكل ما بيحتاجه النادي الاهلي اتحاد الكوره دايما داعم للنادي الاهلي والانديه المصريه كلها. طيب عموما يعني بشكرك على هذا الايضاح، اهم ما في الموضوع ان ما فيش خطابات جديده، وكان المقصود فيما قيل خطاب يناير فقط لا غير، وليس هناك اي خطابات جديده. ودلوقتي انتوا طبعا في ترسيخ مع النادي الاهلي، وانتوا طيب بعتوا للفيفا عندما طلب الاهلي منذ يومين يا استاذ وليد؟ احنا بعتنا للفيفا من يوم 29/4، من قبل مباراه قبل النهائي ما تبدا. بعتنا للفيفا وقلنا لهم ان كان لسه حتى ملعب المباراه النهائيه ما تحددش، وقلنا ان اختيار اي من ملاعب الدول الاربعه اللي هيوصلوا او اللي وصلوا الدور قبل النهائي هيخالف مبادئ الفير بلاي، لان انت حتى وانت ما اخترتش الملعب من بدري، انت مختاره بعد ما الناس وصلت للدور النهائي. بالظبط. فكنا باعتين اصلا من يوم 29 للفيفا، وبعتنا تاني يوم 30، وبعد ويوم 10 بعتنا ثالث للفيفا، وقلنا وطلبنا منها تتدخل. النهارده كمان بعتنا جواب تاني للفيفا وطلبنا منها التدخل لارساء مبادئ العداله واللعب النظيف. لجوء الاهلي للمحكمه الرياضيه لازم يمر من خلال اتحاد الكورة ولا ممكن مباشرة؟ بص، المحكمة الرياضية أستاذ عبد الناصر ليها قواعد كتير قوي. فأهمها أنها يكون استنفذ كل الوسائل التقاضي في المحلية، وبما أن هو الموضوع أصلا ما فيهوش حاجة محلية، فهو بيبقى من حقه ان هو يلجا للمحكمه الرياضيه بشكل مباشر، واحنا معاه حتى لو اللوائح بتقول ان هو يبقى من خلال اتحاد الكوره، يبقى اتحاد الكوره مع النادي الاهلي
وهنبقى كتف بكتف بإذن الله. طيب في حد كاتب لي بيقول لي ان حضرتك قلت مع الكابتن احمد شوبير ان اتحاد الكوره اخطأ عندما لم يرسل للاهلي او للزمالك لما جاله الخطاب في يناير، هل تصدر من حضرتك؟ انا ما قلتش كده مع الكابتن شوبير خالص. طب انا بس عشان بدي لك فرصه للتوضيح لان في حد بيقول لي لا يراجع، دي حاجه مصوره يعني، يعني لايف يعني، فيراجعها بس يسمعها تاني. انا بس حبيت يعني لما حد سال قلت برضه اوضح من خلالك. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ وليد على هذا الاطراح. شكرا كابتن عبد الناصر، شكرا لزوجة حضرتك، شكرا.